السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة كنوز التعليمية. ودرسنا النهاردة الضمائر، هنراجع مع بعض الضمائر باللغة الإنجليزية pronouns، وهنراجع كمان verb to be يعني مراجعة جرامر. يلا نبتدي على بركة الله. أول حاجة عندنا الضمائر pronouns. ضمائر يعني إيه؟ pronouns. ضمائر يعني إيه يا شطار؟ pronouns. الضمائر في اللغة الإنجليزية 7 ضمائر، يبقى الضمائر في اللغة الإنجليزية 7 ضمائر. قسمناهم لضمائر مفرد وضمائر جمع. المفرد he she it، والجمع I we you they. الهي والشي والإت واحدة واحدة ناخدهم مع بعض. هناخد إن الهي بمعنى هو، he هو، وشي هي، وات هو أو هي الغير العاقل. هو أو هي الغير العاقل يعني إيه غير العاقل؟ جماد أو نبات أو حيوان. جماد أو نبات أو حيوان. طيب دي ضمائر المفرد هي وشي وات. عندنا ضمير تاني اسمه ضمير آي، اللي هو بمعنى أنا. أنا. وضمير تاني وي، نحن. يو أنت وأنتي. وي نحن. زي هم. ودولت كده مع بعض اسمهم ضمائر جمع، ودولت كده مع بعض اسمهم ضمائر مفرد. يبقى الضمائر في اللغة الإنجليزية تاني كام ضمير؟ 7 ضمائر. هو هي هو هي، هي شي هي شي، هو أو هي الغير العاقل إت. أنا أي أنا أي، نحن وي نحن وي، أنت أو أنت يو، هم زي هم زي. يبقى هم دولت الضمائر في اللغة الإنجليزية 7 ضمائر، ضمائر مفرد وضمائر جمع. يبقى هم 7 إيه؟ ضمائر. ضمائر مفرد وضمائر جمع وضمائر جمع. في أسهل من كده؟ لا. هنعمل إيه تاني بقى؟ هنروحوا أخدين verb to be. verb to be يعني فعل يكون. verb to be فعل يكون في زمن المضارع. هناخد مع بعض verb to be في زمن المضارع. عشان نعرف verb to be في زمن المضارع، أول حاجة عندنا لازم نبقى حافظينها كويس، وهي الضمائر اللي إحنا لسه أخدينها، اللي هم 7 ضمائر: ال I أنا، we نحن، they هم، أنت أو أنت يو، والهي هو، شي هي، إت هو أو هي الغير العاقل. ماشي. دلوقتي بقى إيه فعل يكون دوت في زمن المضارع؟ بينقسم لآم وإز وآر. آم وإز وآر. عندنا الضمير آي ده لوحده كده بياخد آم. أنا عايزة أقول أنا أكون I am. الضمير I بس هو اللي بياخد am، اللي بياخد am الضمير I. إنما is بقى بتاخد ضمائر المفرد إن إحنا استأخدناها من شوية، اللي هي he و she و it. يبقى ضمائر المفرد he و she و it بتاخد is، وضمائر الجمع ال we وال you وال they بياخدوا are، إنما ال I لوحدها بتاخد ام. طب احنا دلوقتي عايزين نقوله هو يكون هي از، هي تكون شي از، هو او هي الغير العاقل. مثلا لما اقول ترابيزه، لما اقول قطه، لما اقول كتاب، هقول ات از، هقول ات از، انما هي از وشي از وات از. يبقى ضمائر المفرد بتاخد از. عايزه اقول انا اكون انا اي، انا اي I am. ما ينفعش أقول I is ولا I are. يبقى زي الشطار كده I بتاخد am، وهي وشي وإت بتاخد is، we you they بتاخد are. يبقى الوي واليو والزي بتاخد are يا شطار. الوي واليو والزي بتاخد are يا شطار. يبقى نحن نكون we are، أنت تكون you are، هم يكونوا they are. ناخد بقى أمثلة على الكلام ده. هو يكون جيد، هو يكون جيد. ودي طريقة بسيطة إن إحنا نكون جملة باللغة الإنجليزية، جملة بسيطة خالص. لما أقول هو يكون جيد، هو الضمير لسه أخدينه من شوية he، he بتاخد is، يبقى he is. ونحفظ الصفة اللي هي جيد بمعنى good،
he is good. he is good جملة بسيطة جدا بتتكون من ثلاث كلمات. he اللي هي هو، يكون is good جيد، وفي الآخر full stop نقطة. يبقى he is good هو يكون جيد. الإنجليش سهل جدا إن شاء الله. she is منى، هي تكون منى. ما عايز أقول she is منى، هي تكون منى. هي she بتاخد is ولا are؟ is. ومنى تنزل زي ما هي مع مراعاة الأسماء بتنزل capital letter. يبقى أول حرف في أي اسم بيبقى capital بحرف كبير. الشجرة تكون خضراء. tree is green. tree is green. tree اللي هي شجرة هتاخد is عشان هي غير عاقل. green عايزين نشيله tree ونعود عنها بضمير، هنعود عنها بالضمير it اللي هو هو أو هي الغير العاقل. it is green. it is green إنها خضراء. نحن نكون أقوياء. نحن نفكر كده مع بعض، نحن اللي هي ايه؟ we. نحن we. we هتاخد is ولا am ولا are؟ are. يبقى we are. we are نحن نكون أقوياء. strong أقوياء يعني ايه يا أحمد؟ strong. شاطر. يبقى الجملة على بعضها we are strong. برافو. عايزين نقوله هم يكونوا they are. هم يكونوا they are. أنت تكون you are. أنت تكون you are. قول I am أحمد. أنا أكون أحمد. I am أحمد. I am أحمد. هو يكون علي. he is علي. برافو. وهنا الكراسة التانية I am Maven. أنا أكون Maven. I am Maven. هو يكون عمر. he is عمر. برافو. ده كان درسنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا أن الضمائر في اللغة الإنجليزية 7 ضمائر، وأخدناها وطبقنا عليها verb to be في زمن المضارع، المضارع البسيط. وكانت معاكم مس أميرة قناة كنوز التعليمية. رجاء عمل لايك عشان يوصل لكم كل جديد، والاشتراك في القناة ولايك بده بمثابة شكر ليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. good bye.